يا صباح الخير لكل حدا قرر انه يبلش نهاره معنا. صباح يعني الخير والمطر يلي هيك معبي الدنيا اليوم، يعني الله يبعث الخير يا رب. دائما بنحب هي الاجواء هيك، يمكن ندعي كل شيء بنتمناه يعني وكل شيء هيك ببالنا فيه. فعن جد المطر هيك بذكرنا انه اوكي رجعوا ادعوا، احمدوا ربكم يمكن على النعم الكثيره اللي موجوده بحياتنا. والمطر بذكرنا بشغله انه نحن بنفتح الخزانه خاصه بهالايام بالخريف، انه يعني هلا هلا شو البس؟ يعني هلا صيف؟ يعني هلا خريف؟ يعني هلا شتاء؟ صباح الخير صباح النور. امبارح كان طقس لطيف، شو بتحسي الصبح؟ تماما. تلاقي الواحد طلعت بجاكيت صوف، طب انه انا ليه طلعت بجاكيت صوف؟ طب انا شو بدي اعمل؟ هلا انا صرت احس بهذا الطقس آية لازم ناخذ هيك عده طبقات، يعني الواحد مثلا يلبس كنزه نص كم فوق جاكيت خفيف، فوق مثلا هيك شال او جاكيت اسماك، لانه عن جد ما عم نعرف شو عم بيصير. الله يبعث الخير يا رب. وعن جد هيك يقدر الواحد فعلا بهالمطرات يتذكر هيك انه هو لازم عن جد يشكر ربنا، ويمكن يرجع يدعي ويتمنى الاشياء اللي هو هيك بباله، ان شاء الله يا رب بتتحقق على طول. امين امين. طبعا حلقه جديده، يعني مواضيع، يعني فقرات متعدده رح تكون مع ضيوفنا لليوم اكيد. ومثل العاده معنا تقارير دائما فيها معلومات ودراسات، وحتى ممكن تعرفنا على شخصيه جديده. رح نعرف شو موجود بحلقتنا بالعناوين. فادي ديب شاب موهوب جمع غناء المواويل وعزف العود لاسترداد ذكريات الزمن الجميل. بداية ما لها سهلة، يعني أكيد بدك تخسر لحتى تربح. ووسام دكاك إرادة احترافية بعالم البلياردو وأصغر لاعبيها بسوريا يحرز على عدة بطولات. وطرق تساعد الأهل لتعزيز الثقافة العامة عند الطفل بعيداً عن المناهج الدراسية. هلا المفروض تتاخد على العقل، لانه العقل بيعطيها اصح، وقت بتاخدها على القلب فبتفوت بمشاكل بسم المجيب. العقل ام القلب بالقرارات المصيريه وكيفيه التوازن بيناتهم. ونعمل وارف وديالا يوتيوبرز عم يعكسوا للناس صورة مختلفة عن سوريا من خلال محتواهم الخاص. الزمن الجميل والطرب والاغاني القديمه هن التفاصيل الصغيره يلي على طول دائما هيك بنحنلها، وبس نسمع يمكن اي اغنيه قديمه ولو عن طريق الصدفه بنحس انه فعلا كلماتها البسيطه عم تخلينا نعيش الفرح، ولكن اكيد بمعناه الحقيقي. يعني بوقت يمكن وصلنا له رنا الاغاني صايره هن عباره عن كلمتين وبيتكرروا هالكلمتين شي 3 دقائق، حتى اللحن بيكون عم يتكرر واللحن يتكرر. فعن جد بصير الواحد لما بيسمع اي اغنيه قديمه بحس بقيمه الكلام، قيمه اللحن، الشغل والتعب يلي بيصير لحتى نطلع باغنيه حلوه نضل متذكرينها كل هالوقت. طبعا ما بصير نحكي عن الكلمات، عن الصوت والالحان الجميله والبسيطه بدون ما نمر على ارشيف عزار حبيب، هالفنان اللي رافقنا بتفاصيل سنيننا القديمه. واليوم بذكرى وفاته عم نتذكر يمكن هيك الكثير من التفاصيل، ومشاعرنا يمكن اوقات بتكون مختلطه ما بين يعني بدنا نفرح لانه نحن لليوم اكيد عم نسمع اغاني، ولا نحزن على غيابه. مع نسي الصبح، مع نسيم الصبح لبعت لك تحيات، إذا مرت على الموتى تحيات. الونا تحيات.
لا 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 علوم 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 دخل الله ودخل عيونك يا حلوة ويا مظلومة علوم 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 دخل الله ودخل عيونك يا حلوة دخيل الله وداخيلك شوف الدنيا مقابلي دخيل الله وداخيلك شوف الدنيا مقابلي غني لي وبغني لي علوم 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 غني لي وبغني لي علوم 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 دخل الله ودخل عيونك يا حلوة ويا مهضومة الله 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 يعني شو هالصباح اليوم الفني والموسيقي وكل شيء يعني فعلا الموسيقى هي نوع من الفنون السمعية وتجسيد واقعي للخيال اللي بدور يمكن أو بدور جواتنا وما بنقدر نحكي وكمان أكيد لها دور الخاص بتعزيز الراحة النفسية عند كل شخص فينا لهيك رنا يمكن البعض مو بس بفضل أنه يسمعها كمان بحب أنه يحترفها أكاديميا سواء يعني بالعزف أو حتى بالغناء ضيفنا لليوم شاب جمع بين الاثنين بإحساسه الخاص واخذنا معه لسه لعنا كثير هيك نحن طماعين بنحب نضل نسمع اكثر واكثر فادي ديب اهلا وسهلا فيك يسعد صباحك يسعد صباحك صباح كل اللي عم يشوفونا اهلا وسهلا فيك فادي نورتنا والله يحمي لك هالصوت يعني صوت واحساس وعزف يعني هيك جامع كل شيء مع بعضه الله يحميك يا رب خلينا نبدا فادي نعرف المشاهدين عنك اكثر شو بتعمل شو بتساوي امتى بلشت كمان بالغناء والعزف فادي ديب عمري 25 سنه مهندس مدني متخرج عن جديد بالموسيقى كانت القصه بلشت بعمر صغير تمام درست بكذا معهد كان اخرهم معهد صرحي الوادي تمام للموسيقى قضيت فيه تقريبا 6 سنين وخلالها كان في كثير مشاركات وحفلات تمام وهيك يعني كانت البداية مهندس مدني يا جماعة مهندس مدني يعني نحن بنعرف من كثير أشخاص أصدقاء لإلنا ضيوف لإلنا مهندسين مدنيين يعني يمكن أخذ كثير كان من وقتهم الموضوع موضوع دراستها ما له موضوع سهل تقول أنا بحضر اليوم ما بحضر بكرة لا بدك تتفرغ لحتى تقدر تتخرج وتشتغل يمكن هي بعدتني على المجال كيف صراحة. قدرت يعني أنك توفق خلينا نقول ما بين شغلتين يمكن أنت بتحبهم تمام مثل ما قلتي يعني بعدتني الهندسة عن الموضوع بس بقي هيك بأوقات الفراغ وأوقات البسط يعني ايه وهلا ان شاء الله عم برجع بالموسيقى هلا من بعد التخرج بصير الواحد عنده شويه بصير حر يعني اكثر شويه وقت اكثر تماماً. طبعا لخبركم عن فادي كمان فادي كمان بجوقه الفرح تمام. يعني انا هيك اكيد سمعاني صوته لفادي قبل ان كان بالجوقه او حتى هيك بجلسات ثانيه فعلا يعني الله يحمي لك هالصوت يا فادي يا وبيغني عن جد باحساسه من قلبه الحفلات الفنيه او المشاركات قلت كمان شاركت بعده حفلات تمام. المشاركات الفنيه بفعاليات معينه قد ايه هي كمان بتحسها هيك بتساعد الموهبه او بتساعد الشخص اللي هو بيحب الموسيقى والغناء كثير يعني وخصوصا هلا بوقت السوشيال ميديا كثير العالم بتحب تشوف الشخص قدامه عم بيغني طبعا كيف اداؤه يا ترى على اللايف كيف رح يكون فالفعاليات والحفلات اللي قلتي عنها كثير بتتيح فرصه لهي القصه بيبين انه فنان حقيقي ولا فنان معدل او على السوشيال ميديا مثل ما بتعرفوا يعني تماما فعن جد اللايف هي بتبين يعني تبين. في كثير يمكن اوقات مغنيين بنسمع لهم اغاني عن جد بتقول حلوه بس ممكن تروح تحضر لهم حفله تقول انه لا الصوت هذا مو نفسه هذا مو نفسه مستحيل فمثل ما قلت فعلا يعني اللايف بيلعب دور انه يوصل بيكشف وبيوصل لنا بقى الاحساس والصوت الحلو تمام نحن بدنا هيك نرجع معك كمان هيك نسمع شيء كمان محضر لنا اياه فخلينا نسمع سوا اكيد اوه
سلم عليها عليها سلم عليها يا هوا سلم عليها وانحني برموش عينيها اعتني سلم عليها وانحني برموش عينيها اعتني لا تنكر الماضي الهني ويا ما عشنا سوا سلم عليها سلم عليها يا هوا احكي لها قلبي هوا كان الهوى يحكي معي بطل يحاكين الهوى سلم عليها اسلم عليها سلم عليها يا هوا والله اذا لازم حدا يغني معك عشان الكورس ما شاء الله عليكم عاملين كورس انا وايا كنا وراء لفادي بس على فكره ايا كمان صوتها حلو يعني رنا صوتها حلو عاملين لازم نعمل باند عليك خلص انا جاهز عن جد الله يسلم لك هالصوت فادي خلينا شوي نحكي على آلة العود تحديدا ما فينا ننكر انه هي آلة اكيد صوتها كثير جميل ولكن اليوم في كثير شباب عم يبعدوا شوي عن الآلات الشرقية يعني عم يتوجهوا للآلات خلينا نقول الأسهل أو الأقرب شوي للأغاني الحديثة ممكن لعدة أسباب تمام. شو سبب إنه اخترت العود؟ والله كانت من سن صغير القصة عرفتي؟ ما كان الواحد بيقدر يعني كتير ياخذ قرارات وهيك كنت أنا يا بزق يا عود بعزف بزق كمان بس أنا هيك هواية حاليا فالعود من سن صغير يعني إنه الأهل وأنا كمان كنت حابب يعني هذا المجال وقدوتي كمان الاستاذ وديع الصافي بيعزف عود فحسيت انه خلص لازم عود يعني حتى انت ستايل صوتك يمكن عن جد بيلبق له العود فيمكن هذا الشيء كمان بيساعد اكثر انا كثير بحب الاله بتجمع بين القرار الرخيم والجواب يعني فيها ميزات ما بتتوفر بكثير الات ثانيه صحيح تمام فادي اللون اللي انت متجه فيه او اللي اخذه ناوي تكمل فيه ولا بتفكر انه ممكن تجرب حالك بشيء ثاني بشيء مختلف خبرنا اكثر والله بحب انا هذا اللون اللون الطربي يعني بحبه هو مقرب لقلبي يعني ايه بس لا يعني في فكره اكيد انه نعمل شيء راقي وبنفس الوقت عصري يعني يروح مع هذا الوقت ويسمعوه الشباب يعني بالنص بين الزمنين 100% على فكره بحس اليوم العالم عن جد هي عم تدور على شيء للاسف ضمن خلينا نقول ندره هذا اللون او الناس اللي هي فعلا عم تغني بصوت جميل باغاني حلوه مع شيء ممكن يكون شوي متجدد فالناس فعلا عم تدور يمكن على هيك شيء احكي لنا هيك شو ناوي فادي تعمل يعني انت حضرتك مهندس مدني تمام. وبتحب الغناء بنفس الوقت فوين بتحس حالك رايح بالايام الجايه والله يعني ممكن بالاثنين بس القلب ميال للفن يعني للغناء يعني هذا الشغف يعني ان شاء الله نشوف ان شاء الله يا رب التوفيق دائما ونحن عن جد هيك بنكون سعيدين وقت اللي نجتمع مع اشخاص مثلك انتم نماذج يعني فعلا كثير هيك بتحفز كل حدا يعني اليوم مو ضروري الواحد انه والله انا خلص مهندس مدني فانا حضل مكمل بالهندسه هي حتكون كل حياتي لا طبعا الواحد فيه يبدع باكثر من حلو يكون له الواحد ضمانه كمان بكذا مجال بكذا قصه أكيد. وليش هذا أكيد ضرورية ما فينا ننكر 100% كل التوفيق فادي يا رب وإن شاء الله هيك بنسمع أخبارك قريباً هيك بإشياء كتير حلوة بدنا نسمع غنية بالختام أكيد أنا قدراني ما نسمع شيء أكيد انبسطت شكراً كتير تفضل
حبايب علينا وعلى جارو بالحب كانوا لنا والغير نصاروا جار الحبايب علينا وعلى جارو بالحب كانوا لنا والغير نصاروا عصافير بجوانحهم عايدينا عنهم سألنا الوفا قال الوفا طاروا غبنا غبنا وتركنا عاك الدرب عيني حنين للطير الصغار يابا واللي كانوا حنين علينا كبروا علينا نسيوا المحبة وما عادوا على ويغاروا يا حبايب نمشي دروبنا سوا مهما يصير يا حبايب رح نتلاقى سوا غبتوا كتير يا حبايب مهما يطول هالنوى الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا يا لام يا لا طلوا طلوا نجوم نجوم عم بيهلوا بالحالات زاد وحلوا نغنى شات الهوى يا لا يا لا يا لا بالحالات زاد وحلوا نغنى شات الهوى اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا يا حبايب رح نتلاقى سوا غبتوا كتير يا حبايب مهما يطول هالنوى الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا الله 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 يا فادي عن جد يعني الله يخلي لك هالصوت الله يسلمك يسعد صباحك عن جد لانه هيك حليت لنا صباحنا شكرا كثير لك موفق بكل شيء شكرا كثير تشرفت كثير شكرا لك فادي اهلا وسهلا فيك معنا وهلا صار وقت لحتى ننتقل نحن وياكم لعند شيف تهامة لنشوف مع بعض شو رح نحضر طبق لليوم يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير وكالعادة للطبخ في حصة اليوم بعملكم أكلة تقيلة ويوم بعملكم أكلة خفيفة ويوم بنساوي حلو اليوم ها رح أروح على النص نص يعني اليوم رح نعمل ثلاث أنواع من السلطات الباردة يعني هي بصراحة العنصر الأساسي تبعها هي الباستا يعني عنا ثلاث أصناف من الباستا كل واحدة شكل في منهم دسمين كتير في منهم ها نص دسامة وفي منها كتير لايت يعني لا اللي بيعملوا دايت وريجيم كمان رح تفيدهم هيك أنا أكون رضيت كل الأذواق وإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم هلأ أول شيء خلينا نتعرف على المقادير بالنسبة للسلطة الأولى هون هحتاج فليفلة مفرومة حمراء وخضراء قطعتها كيوبس بهذا الشكل هحتاج ذرة هون في عندي مايونيز هاي كريمة جبنة كريمية أي نوع أنتم بتحبوه دهن بيمشي الحال هون هحتاج شي معلقتين ثلاثة من اللبن هون في عندي زيتون مقطع خل وهون في عندي ثوم مهروس وهون في عندي أوريغانو هلا هاي بالنسبة لأول وحدة هلا نجي على المعكرونة الثانية المعكرونة الثانية كمان هأحتاج شوي من المايونيز طبعا هأخذ منهم هون في عندي كاتشب شطة معلقة خردل وهون حابة أضيف عليها اليوم شغلة جديدة اللي هي المرتديلا مع جبنة الأشقوان يعني ضيف عليها نحن هي من إلا يعني صوص الكوكتيل تبع الكاتشب والمايونيز هذا هو هلأ نجي على السلطة اللايت الظريفة اللي هلأ إنك في منهم ابتسموا إنه ها لقيتينا شغلة خفيفة اللي هي هون هأحتاج فطر في عندي ليمون زيت زيتون في عندي طبعا هي مشان السلق
عندي ملح نعنع هون، انتم طبعا فيكم تستبدوا بدال النعنع ممكن تحطوا اوريجانو، يعني النكهه اللي انتم بتحبوها. وهون حاحتاج مثل ما انتم شايفين هون عندي كوسه قطعتها بهذا الشكل، شلت اللب تبعها من جوا وقمته انا لانه هي هيك بدي اكلها. بقى اللب من جوا ما بيتاكل بس ممكن اطراف الكوسايه تتاكل، لهيك اللب من جوا كبيته. وهون كمان في عندي جزر بهذا الشكل. خلينا اول شيء نطبق صوص السلطه الاولى. انا نختار يلا كله نفس الشيء. هلا هون رح اضيف عندي تقريبا يعني متل ما كوب، يعني تقريبا بدي هاي الكميه من المايونيز بكفيني، هدول حخليهم لهون. هون حاحتاج شوي من هدول، حبعت لكم اياهم شو رايكم مشان يبين معنا. وهون في عندي مثل ما قلت لكم جبنه كريميه رح اقيم واضيفها. طب انا هلا كثير صار عندي هون دسم، كيف بدي خففه؟ بجي بخففه بمعلقتين هاللبن. هحتاج نقطة من الخل، ما عندي خل، ممكن عندي يكون مية من المخلل كمان ممكن انقيمها واضيفها. هحتاج سنة ثوم، يعني سنة، يعني انا هون مثلا بدي ادق شي ثلاثة، انا بس بدي شوي. هدنك حاستعملهم للسلطة الأخيرة. وهون حضيف عندي هلا الأوريجانو رح رشه آخر شي، وهيك تقريبا صارت عندي جاهزة، رح أقيم وحرك. هلا هي هاي السلطة مشان ما يفوتوا قلب بعضهم، حتفيدني هي أكثر. بحرك تقريبا هيك صارت عندي أول صلصة جاهزة. هي كيف طعمتها بقى؟ هي طعمتها جدا رائعة، يعني الصوص تبعها قريب ل فيكم تقولوا لسيزر، لذيذة وطيبة. وأنا لما حطيت لبن كمان عطيتها شوية خفية، يعني ما بتبقى كثير دسمه. وحبيته كمان تخففوا دسم، ممكن تخففوا من الجبنه الكريميه او المايونيز وتضيفوا معها لبن، بس يعني اجباري بدنا نحط ولو معلقه او معلقه من هدول لازم نضيفهم. حارجع اضيف كمان شوي من اللبن، ما عندي كثير. وهيك صار عندي صوص اول باستا جاهزه. هلا حجيب انا الباستا عندي هون سلقتها لورجيكم اياها. طبعا انتم الشكل اللي انتم بتحبوه للباستا فيكم تضيفوه، انا بصراحه اليوم حابه الثلاث اشكال تكون مثل بعضهم تقريبا. وهون انا عندي سلقه المعكرونه مثل ما انتم شايفينها، انا اخترت هي من الا براغي، يعني انا حابه كثير هذا الشكل اليوم يكون معي. سلقتها بتقريبا 10 دقائق على الغاز، مثل ما قلت اذا انتبهتوا وطنيه بس ما كسرت معي، اكيد مبينه معكم على الكاميرا. ليش ما كسرت معي؟ لاني انا لما بجي بغسلها ما بجي بحطها مثل ما هي، انا لما بدها تكون عم تغلي وقيمه، طبعا كانوا عم يتابعوني قبل بيعرفوا هي القصه، ما بقيم الطنجره ودغري بحطها على المصفايه لانه ممكن تكسر وتلزق على بعضها وتعذبني. انا هلا مثلا سلقتها بحط فوق منها مي بارده ببردها بعدين بحطها بالمصفايه. هون راح اضيف عندي شوي من زيت الزيتون عليها ونحركها. هيك كمان بتساعدني حتى بتكون اظرف وقت بدي استخدمها للسلطات، ما بقى بتلزق. لاحظتوا بلشت تبعد عن بعضها. وهي شكلنا حنخلص اول باستا. حجيب هي الزبديه، تمام كثير منيحه. هلا هي مالها شفافه لحتى تبين معنا، بس انتم مثل ما انتم انتبهتوا هون شفتوا الصوص اللي انا حطيته. هلا رح اضيف هون عندي الباستا، اكيد اخر شيء الشكل النهائي كلياتهم رح اعرضهم بصحون حيبينوا معنا. هيك الكميه بتكفي لانه بدي خلي للبعده. هلا هون مثل ما انتم شايفين رح اضيف عليها الصوص اللي انا عملته. حارجع عيد هون شو حطيت، مايونيز، جبنه كريميه، وضفت شوي من اللبن، خل، وضفنا كمان ملح. وهيك صارت عندي جاهزه. طبعا اورجانو انا ما رح هلا احطه غير للاخير. نجيب المعلقه ونحرك. يا سلام على هالمنظر، اوه والله وجبه مثاليه للسمن وللدسم. هلا في ناس بتقول لك اطعمونا شغلات تسمننا، يعني كمان ما بدنا نظلم هدول النحفة. هلا هون حضيف شوي من الذره، هي الكميه كافيه. حضيف هون عندي الفليفله الملونه الحمراء والخضراء. هلا انا بحس هي السلطه عن جد بدها شغل يمكن اكثر من طبخه كمان. وهون في عندي كميه من الزيتون رح اقيم واضيف، بس طبعا انا عم خلي شوي للوش مشان هيك زين فيهم. وهيك صارت عندي السلطه الاولى. يا لطيف شو لذيذه، شوفوا هالمنظر شو رائع جدا، والريحه ما بتتخيلوا قديش لذيذه. هيك وما ضل غير تروحوا لعند المذيعين وترجعوا لعندي بعد شوي لحتى نكمل وصفتين الباستا اللي ضلوا معنا.
اغلب الاشخاص من هن وصغار بتكون ساكنه فيهم، يعني اذا عم تسمعوا اصوات فهذا رعد وبرق واشياء. ما في شيء يا شباب، يعني الله يبعث الخير بس مو عشان حدا، يعني كلكم انتم عم تشوفونا فعم نسمع صوت الرعد برا، الله يبعث الخير. نرجع منعيد، في اشخاص من هن وصغار بتكون ساكنه فيهم الروح والشغف الرياضي، بيسعوا الاهل اكيد لحتى يعززوها باختلاف شو نوع هالرياضه، كره قدم، سله، سباحه وغيرها، لحتى يكون بيوم من الايام ابنهم او بنتهم مع لائحه اسماء الرياضيين المحترفين. صحيح، ولكن اليوم تقريرنا آية هو عن شاب هو ما اختار هي انواع الرياضات اللي انت ذكرتيها، هو حقق لقب بطل جمهوريه ولكن بلعبه البلياردو رغم انه هو اصغر لاعبيها. عم نحكي عن الشاب الصغير وسام دكاك اللي هو حب يمكن يتميز باختيار هي اللعبه او الرياضه، ورغم يمكن كان في انتقادات كثير توجهت له من محيطه، رح نتعرف عليه اكثر بتقرير لزميلتنا ساره مرتضى. بداية ما لها سهلة، يعني أكيد بدك تخسر لحتى تربح. أول ما طلعت على البطولة اعتبروني من أهم المواهب العربية. دقة، تركيز، مهارة عالية وإرادة قوية اجتمعت بشاب بعمر 17 سنة بيهوى رياضة مختلفة عن بقية الشباب يلي بعمره. وسام دكاك من عمر 14 سنة اشتغل على حاله ودرب كتير ليحول لعبة البلياردو يلي هي عند أغلب الأشخاص تسلية للعبة احترافية، حاز من خلالها على عدة ميداليات وكؤوس ببطولات محلية وعربية. هلا كل واحد عنده رياضة بيحبها وبيتعلق فيها، أنا بالبداية جربت ألعبها كهواية، بعدين حبيتها للعبة، صرت بدي شوف عالم عم تلعبها باحتراف، صرت بدي صير مثلهم، اتعلم اللعبة ولحتى احترفها وحقق إنجازات ومثل سوريا بالمحافل الدولية. يوم ورا يوم بيجي حدا بيعلمك بيقول لك اعملي هيك ساوي هيك لحتى تنجح معك الضربه او تعملي شيء. يعني هلا لعبه البلياردو بتتكون من 15 طابه والطابه البيضاء، كل لاعب له 7 طابات، الملون والساده. اللاعب بالبدايه بيكسر، بعدين بيحدد لون السادة أو الملون، بده يسحب طاباته، بعدين بده يفوت الكرة السوداء لحتى يربح. هاي بالإيت بول، بالناين بول من الواحد للتسعة بدك تسحبيهم بالترتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 للتسعة. تختلف العصي من عصاية لعصاية، أكيد يعني بده تكون العصاية منيحة لحتى تعطي الضربة صح، ونفس الشيء الراس تبعيت العصاية بده يكون منيح. وقت قالوا لي انه انت بدك تسافر اول شيء، بالبداية رفضوا اهلي اني سافر، بعدين لحتى اقنعتهم بقيت هلا انا شعور من جواتي انه رح فوز ولا ما رح فوز، رح ارفع اسم البلد ولا ما رح ارفع اسمه. كان كمان في انتقادات من الاهل يعني، فأنا ما كنت أسمع ومارد وضل لاحق لعبتي اللي بحبها. الحمد لله يعني لقدام صاروا يتقبلوا الموضوع لحتى عرفوا إنه هي اللعبة منيحة في وراها مستقبل. بال 2018 لعبت أول بطولة جمهورية لإلي، حققت المركز الأول للناشئين. بعدين بال 2019 سافرت على بطولة العرب، كانت بشرم الشيخ بمصر، حققت ميدالية فضية. وبنفس السنة سافرت على بطولة غرب آسيا، حققت ميدالية برونزية. بال 2020 وقفنا النشاطات، بال 2021 سافرت على الإمارات، حققت ذهبية غرب آسيا وبرونزية العرب. لسه أنا بالنسبة لي يعني إنه ما حققت الشيء اللي لازم حققه، أكيد مكمل بين البلياردو والدراسة، يعني ما أصلاً هي اللعبة ما لها نهاية يعني. هلا هي لازم تنزلي عليها
صح بتاخذي اللاين صح مشان تفوت الطابه بالنص. بالعزيمه والاصرار بيضرب الكرات على طاوله المنافسات بجداره. مواكبته للتطور والحداثه باللعبه جعلت وسام دكاك بطل سوريا بالبلياردو ضمن فئه الناشئين وطامح للتتويج بالمنافسات الدوليه. يعني عن جد مثل ما بنعرف انه الطفل اكيد هو صفحه بيضاء بتتكون شخصيته يوم بعد يوم نتيجه لتراكم الامور اللي بيتعلمها عن تفاصيل الحياه المختلفه. هذا الشيء طبعا ما بيكون من مصدر واحد، يعني المدرسه بمناهجها ما بتكفي للاعتماد عليها بهذا الموضوع بشكل كامل، وهذا الشيء بيحمل الاهل اكيد مسؤوليه تعزيز الثقافه العامه عند طفلهم. فلهيك يعني اكيد نحن حبينا اليوم ضمن فقرتنا نستعرض نماذج بسيطه لحتى تساعد الاهل يوصلوا للطفل امور كثيره بمعظم جوانب الحياه وتكون عنده معلومات بتفيده مع تقدمه بالسن بمختلف المراحل العمريه. وصارت معنا ضيفتنا الاختصاصيه التربويه روبا ناصر واللي انضمت لرنا وفي معنا كثير اشياء اليوم بدنا نحكي عنها. صباح الخير يا روبا. صباح الخير يسعد صباح. شكرا كثير آية، وعن جد هيك معنا كثير غراض. اهلا وسهلا فيكي روبا معنا. قديش مهم بداية أنه الأهل يبلشوا خلينا نقول بتعليم طفلهم من عمر كتير صغير ويبلشوا؟ في ناس بتقول أنه لازم الولد نحكي معه وكأنه هو كبير، ما نحكي معه بلغة الأطفال أو ما نحكي معه بالكلمات المبسطة، لا نحكي معه بشكل صحيح. قديش هاي المعلومة صح أو غلط؟ صحيحة تماماً. يعني وقت الطفل أنا بدي أعلمه لغة أجنبية، رح نبعد نحن عن مفهوم اللغة العربية، رح أعلمه لغة أجنبية. أنا إذا حكيت معه بشكل متواصل ما يقارب من 20 يوم لشهر بالإنجليش صار هو يفهم علي تمام، يعني صار يفهم أنا شو أوكي. بدي مثلاً إذا قال لي أنا بدي أشرب له you want to drink، هلأ هو صار بيعرف بيقول لي I want to drink تمام. ليش؟ هو ترسخت عنده الفكرة وصار عنده مثل العادة والاعتياد. ليش؟ عنده أيقونات بالدماغ رهيبة. أي طفل صح أنه نحن عفوا نحكي مع الطفل من هو وصغير مثلا، في ناس وممكن نحن منهم أنه نحن ممكن نحكي بالعربي مثلا مع طفل وندخل كلمات مثلا إنجليزي أو فرنسي أو أي لغة تانية. هلأ أنا برفضها، لازم انجلش انجلش فرانس أوكي. فرانس ووقت العربي عربي، واهم شيء المحافظه نحن على لغتنا العربيه. يعني نحن كمان بيهمنا ابننا بغض النظر عن كل الثقافات اللي نحن ندخل له اياها، نحن ببلد عربي ثقافتنا لازم اللغة العربية. لغه القران عربي. اكيد انا ابني مثل ما بدي اعلمه الانجليش وبدي اعلمه الفرنسي، انا نحن بمجتمعنا بمدارسنا وين ما رحنا المول وين ما رحتي انت واخذتي الطفل هو لغته عربيه، ما في يتواصل مع الاخرين بالانجلش. يعني نحن ما لنا ببلاد اجنبيه وقت تمشي بالشارع حدا بده يتواصل معك بده يقول انه شو هي اللغه اللي انه شو هي تمام. يعني رح يوصفوها شيء ثاني تمام إنو. طيب نحن معناتها النتيجه انه نحن فينا نعلم اكيد الولد لغه ثانيه ولكن نفصل بين اللغات، ما يكون خلينا نقول في ميكس بيناتهم. طيب نحكي على الاشياء الثانيه اللي هي بتكون خلينا نسميها وسائل مساعده او اشياء ممكن نعلم فيها الطفل، بلش نحكي عنهم واحدة واحدة، وبأي عمر أهم شيء فينا نبلش بهي هيك الأدوات؟ دائما يعني أنا برجح دائما فكرة إنه الطفل من عمر 3 سنوات فما فوق وفيني أقول لك 2.5 هو قادر يتلقى أوكي. هو قادر ياخذ كثير مفاهيم وقادر يستوعبها وقادر يكررها تمام. اول مرحله طبعا راح تكون تلقينيه لعمر ال4 سنوات تمام. بعد ال4 سنوات ونص وطالع انا صرت ترجم وخزن وصار عندي ببلش كمان يتفاعل اكثر يمكن مع هي الالعاب أوكي. ودائما الشيء عم كرره. يعني انا من عمر 3 سنين لـ4.5 سنين مثلا انا عم اعطيه مفهوم جسدي وشو في جسدي من جوا، شو المكونات، شو جهاز التنفس بيتالف تمام. انا قلت له اياهم بال3 سنين وكنا نكرر دائما ونعمل فيدباك للمعلومات معلومة. اوكي تمام. هي عقد ما تكررت معه صار بعمر 6 سنوات هو بيعرفك على جسمه، هو بيقول لك انه الرئه من جهاز التنفس، هو بيقول لك انه شو الادوات تبعه للطبيب. انا عم شوف هذا الدفتر خلينا نسميه هو على المهن يمكن طبعا نحن عم نعرف الطفل المهن مثلا لنعتمد انه هي بس بشكل حسي. هلا هون مثلا حاطين هي غراض مثلا حتى يشوفوا معنا المشاهدين مثلا هون الفلاح هون المزارع فارمر، سواء اذا كان الدرس انجلش او فرانس او عربي ما في اي لغه فينا بنفس الادوات طبعا بس بنعرفهم عليها طبعا باللغه اللي هي يعني المزارع بدنا نقول له فارمر بوتيتو. نشوفها هي الكاميرا فيلد اوكي
دكتور الادوات تبعه الاغراض اللي هو بيستخدمها ميديسن. نحن معنا شويه جزرات هون لازم ناخذهم ملزقين ما بيأثر. اوكي معناتها نحن بشكل مبسط خلينا نقول هون الاطفاء هون الفايرمان هون أوكي. الشرطي يمكن مو شرطي ايه هون أوكي. شرطي المرور والشرطي هاي الفايرمان كمان رايح لعند لعند رفقاته فينا هون. كمان نحطه هي الفكره يمكن ببساطتها بس هي بتسهل يعني خلينا نقول جدا بتقدم المعلومه بطريقه سلسه الشيء البصري بيساعد الولد انه يحفظ اكثر يعني هلا ذاكره بصريه مع حسيه يعني انا وقتها وقت بدي اعلم الطفل ادوات المهندس مثلا فهو بيشوفها وبيحفظها يمكن طبعاً بنفس الوقت هو أوكي. شاف هو لمس هو حفظ لك حتى لمس هو هي طبعاً. الادوات او شافها وشاف شكلها لهيك نحن بنسميها ادوات حسيه تمام ادوات حسيه يعني انا استخدمت كل حواسي انا شفت وسمعت شو اسماء الادوات سواء شو اي لغه انا ام معلمه ما في مشكله وانا تحسستها ونظرت لها استفدت فهو كله ساعد مثل هذا المريول خلينا كمان نوضح هلا هذا مريول هيك تم عم قال لها لربع انه مثلا وحده خالي مثلا عم تجلي مثلا بهذا المريول مشان بس هو فعليا بيشوف الولد كل الاشياء هو جسم الانسان هنا جهاز التنفس الكبد القلب المعده القلب تمام بنكرياس جهاز الهضمي هون البقايا منه الكلاوي تمام هلا كل شيء له عليه اسمه هلا انا الطفل تمام. وقت فيني اعمله سواء اذا كنت مدرسه او ام بالبيت فيني انا اعمله باشياء بسيطه هلا اول شيء المريله يعني اي مواد هي متوفره عنا ممكن نحن نعمل هي سفنج شايفين سفنج نحن عبينا باقمشه ملونه وحطينا الاسماء نحن حطينا الاسماء حتى فينا نستخدم نحن خلص ينحفظوا مزبوط وبالانجلش عندنا كمان حقيبه للانجلش الاسماء باللغه الانجليزيه كمان فينا بالطرف الثاني طيب هي الكاردز او البطاقات خلينا نسميهم قديش كمان هي بتساعد الولد يعني احنا كثير بنشوف مثلا هون شايفين نحن كرسي تمام فهون كمان مثلا ممكن يكون باكثر من لغه باكثر من لغه هون مثلا بالفرنسي فوتوي مثلا كاتبين تشير كمان تركي تركي الماني تمام يعني بكل اللغات معناتها هون الولد عم بيشوف وعم يقرا باكثر من لغه هون مثلا هي مخصصه يمكن لاغراض البيت هي مثلا فواكه وخضار كمان هي فيها كل شيء يعني اي شيء نحن بنعلم الولد يمكن شوي معلش هي الامور ايه تفضل هلا اكثر شيء انا بدي اقوله وركز عليه انه تكون النماذج طبيعيه يعني انا ما بدي صوره الفاكهه تكون مانا طبيعيه يعني او الكاريكاتير اقرب للحقيقه ما بدي كاريكاتير انا بدي صوره حقيقيه الطفل وين ما الولد يمكن بيشوفها تمام. يشوفها بنفس الشكل بحياته الطبيعيه العاديه تمام يعني بشكل كورن انه بتحسي انه عرنوس عن جد نفس الشيء فنحن عم نتأكد انه الذاكره البصريه يربطها هو بالواقع يترجمها طيب هدول شو هدول ادوات هندسيه تمام هلا هذا الطفل كمان اشكال هدول يمكن. مجسمه لا تمام هي أوكي. مجسمه هلا الفكره انه هي لطفل 3 سنوات مربع مثلث دائره هدول لطفل احنا بنشيلهم بنخلي الولد يلاقي طبعاً. المكان المناسب ايه طبعا مثلا لكل يضع بالفراغ اكيد اوكي يحط بالفراغ كثير بنشوفها من وقت ما يكون الولد صغير بيجيبوا له هي اللعبه اللي بيكون فيها معها اشكال وبتكون مفرغه لحتى يدخل اللعبه بالفراغ كتير المناسب كثير مهمه هي شو كمان هي مستعجل مشان نلحق مشان يتعلم من المهارات الحياتيه اللي هي تبكيل الازرار ويرجع يحطه كثير مهمه نفسها هي بس نحن عملناها بشكل اخر لتحبيب الطفل وتصنيف الوان تمام كمان هي تشيك شاك بنلاحظ كثير بالاطفال عندهم الجاكيت او كمان اللون كمان اللون على اللون وبيحطوه بيعلموا انه هن تصنيف وبنفس الوقت مهاره حياتيه تمام اوكي كثير حلو كمان عملنا بالاشكال الهندسيه شيء انا جبته هو كثير سهل ورقه زرقاء مع ورقه صفراء قصنا الاشكال الهندسيه وراسمين الشكل عملنا مطابقه بيحطو. تمام اوكي عملنا مطابقه معناتها هي اشياء ممكن تكون مواد خلينا نقول يعني نحن ما كثير بنحسها انه هي شغله كثير معقده او صعبه ممكن نحن بشيء كثير بسيط متوفر عندنا بالبيت وصراحه حتى هي الالعاب هي متوفره يعني متوفره كثير اذا نحن ما كثير عبالنا انه نعملها فهي كمان متوفره كمان بالسوق طيب خلينا شوي نحكي على المعلومات الاصعب خلينا نقول يعني الولد قطع لثلاث سنين بلش يتعلم بلش يفوت بالجد مثل ما بنقول فات على المدرسه يعني هو بعد خلينا نقول ست سنين بيكون صف اول تقريبا طبعاً طبعاً. بلش هو بالمعلومات الحقيقيه وهيك المعلومات التمام هو لهذا العمر شو لازم يكون مكتسب لعمر الست سنين
صراحة لعمره 6 سنين لازم يكون الطفل عنده معلومات كتير غنية بعيدا عن المنهاج العادي. يعني أنا ابني لازم يعرف أقل شيء أسماء القارات، تمام؟ نحن هذا النموذج بنعمله بمنهاج المونتيسوري، تمام؟ وحاطين لكل قارة اسم. طبعا فلتت قارة أفريقيا، ما بعرف ليش قارة أفريقيا ما بيأثر، المهم المبدأ. أنا طفلي 3 سنوات صار لازم يعرف المفاهيم كلياتها، يعني أنا المفهوم كبير صغير ثخين إنه هذا كبير. تمام أوكي، تمام. كل المفاهيم لازم يعرفها طفلي أنا شو ما كان عمره، لحتى يكون على 6 سنين كفى كل الشغلات. مثلا بالعلوم خبرات علمية لازم يعرف إنه في نبات وفي له أقسام، تمام، له مقسمين شايفين، وكيف بيتحول من بذرة لنبات كامل، تمام. هي بخبرات علمية لازم يتعلم جسم الإنسان، أقسام جسم الإنسان. بيكون مؤسس الولد هو لحتى يقدر يدخل على المدرسة طبعاً. ويبدأ بالدراسة الجدية، لأنه نحن منهجنا المطور كتير حلو، كتير صعب. موسع، وبده نسبة طفل عنده صراحة متابعة يومية، طبعاً. يعني بغض النظر عن الذكاءات الأخرى بده متابعة، ما بده، يعني أنا ما رح أقول لك إنه نسبة ذكاء الطفل لازم تكون 100%، بس لازم يكون في متابعة يومية، طبعاً. لازم يكون في فيدباك دائما للمعلومات وأم مهتمة. يعني بدي أقول لك أول شيء يعطيك العافية، لأنه في مجهود خلينا نقول معمول بهي الألعاب، أو بهي ما رح سميها ألعاب، خلينا نسميها وسائل تعليمية، نماذج. نماذج فعلا هي بدها شغل وبدها جهد من الشخص اللي عم يقدمها يعني، واكيد الاهل عم يعملوا ايضا مجهود مع الطفل بالبيت. فبشكرك اكيد جهودك، وشكرا لوجودك معنا ولهي الافكار الحلوه اللي اعطيتينا اياها. شكرا كثير لكم حبيبتي، اهلا وسهلا فيكي. مرة تانية لكل حدا مكمل معنا بحلقتنا لليوم، يسعد صباحكم. نحن لسه هيك عنا تفاصيل كتيرة، أخبار، فقرات كتيرة حنتشاركها معكم. التفضيل طبعاً ما بين اختياراتنا الفكرية والعاطفية أمر صعب، حيرة كبيرة منعيشها بالكثير من الأحيان، لأنه مثل ما منقول بالعامية راح تزيد يعني الطين بلة إذا كانت المواقف تتطلب أنه الواحد ياخد قرار سريع بنفس اللحظة، لأن البعض رح يختار بالعقل، البعض الآخر لا، رح تاخده يمكن المشاعر والعاطفة أكثر. لهيك كاميرا سما نزلت على الشارع السوري وسألت الناس شو بيختاروا، العقل ولا القلب، لما هيك القرار يكون مصيري. وفي ناس كثير صعب يمكن يعملوا توازن بالموضوع، قدرانة تعملي توازن بين قلبك وعقلك؟ إلى حد ما، بس طالما عم نقول قرار مصيري، يعني قرار يمكن يكون بخص الحياة، بخص العيلة، بخص يمكن يعني شيء قرار كبير، فأكيد هو العقل بيكون الأرجح، صح. بس غالباً العاطفة بتكون داخلي، لأنه نحن بحس نحن العرب بشكل عام عاطفيين بكل شيء، فأكيد لازم يكون في عاطفة، بس بحس لا، بيرجح العقل أكيد. نحن حنروح سوا لنشوف مع بعض الآراء ومنرجع.
كون اكيديه مختلفه والاغلبيه في عنده اكيد صعوبه صح. بانه هو يكون في موازنه بين القلب والعقل، لهيك آية رح يمكن تحكي لنا شو نصح الخبراء لحتى نوازن بين العقل والقلب وخاصه باتخاذ القرارات. تفضلي. يعني هالنصائح انا بدي اياهم صراحه، فحخبركم اياهم ونشوف لشو توصلوا الخبراء بخمس نصائح قدموها قد تفيد الطرفين، ورح نبلش باول وحده. اولا، لا تترك مشاعرك تجرفك نحو التيار، وحاول أنك تمتلك زمام الأمور وتوازن بين ما تملك والمتاح، وبإمكانك أكيد يعني تنجح بتحقيق هي الخلطة السحرية اللي بتصير بين قلبك وعقلك لحتى تستمتع يمكن أكثر بليونة قلبك واستقامة عقلك. ثانياً، المشاعر تتحدث وما لازم نخاف أساساً منها، لأنه هي بالنهاية تعتبر نتاج لتفكيرك أنت كمان، وأحياناً لازم تستمع لصوت قلبك وما يعني تنسى شو عم بيصير جواته، وحاول أنك تتمتع بالاعتدال ما بين أحاسيسك اللي هي عن جد بتحكي عنك وعقلك يلي يعني مثل ما نقول يهذب هي المشاعر. فالواحد عادي إذا هيك حكى يعني شوفي بقلبه، مو دائماً نضل مخبيين. رقم ثلاثة، رح نقول إنه إذا انتابك الحيرة فبين إنه أنت ما بتعرف إذا كان عليك تستمع لقلبك أو لعقلك، وإنك أنت بتكون بوقتها غير قادر على اتخاذ القرار الصحيح، أو إنك تميل للقلب أو للعقل، ما تستعجل بالتفكير ولا تتسرع بالحكم. مو غلط إنك تستشير الشخص الخبرة والثقة وممكن يساعدك. نروح لرابعاً، إذا كنت بتشوف موقف ما على إنه هو هجوم موجه لإلك، فمن الطبيعي إنك أنت تتخذ موقف دفاعي. أما بحال غيرت وجهة نظرك وشفت هالموقف على إنه محاولة من الطرف الآخر للتواصل معك، فردة فعلك من الطبيعي تكون أقل حدة وأكثر اتزان. لهيك بكل مرة بتواجه موقف صعب، اسأل حالك شو الدرس اللي ممكن تكون عم تتعلمه. أخيراً، بعض الأشخاص بتكون ضعيفة الشخصية وبأغلب الأوقات بتقول إيه لكل شيء، ما عندهم لا أو بيخافوا يقولوا لا. هذا الشيء ممكن يأثر بشكل كتير كبير على الاتزان والقرار الصائب، فتعلم إنك تقول لا لحتى تتخلص من المشاعر السلبية وتقدر إنك تستخدم عقلك كمان مو بس قلبك. يعني خمس نصائح هيك سريعين من الخبراء، فعلاً الواحد لو هيك قادر يلتزم فيهم قد نوصل لنا لفكرة التوازن اللي نقدر نحققه ما بين عقلنا وقلبنا. بس هذا الصراع هو صراع أزلي ودائم ومستمر. قد ما حاول الواحد بيضل في هي الحيرة ببعض المواقف، وخاصة يعني إذا هذا الموضوع بيتعلق هيك بالأكل مثلاً. يعني بيحاول الواحد يحكم عقله، بس هيك قلبه ومعدته بياخدوه على البراد بأي ساعة من النهار، بيحاول يقول بلش دايت بس قلبه بياخده للبراد. هلا هذا الموضوع كثير بيخص الشيف، يعني دائما هيك بتحاول انه خلاص ايه، يعني وبيخصنا كلنا اكيد بنحاول نلتزم. ان شاء الله نقدر نلتزم لنشوف الشيف وين صارت بأكلة اليوم. يا صباح الخير عن جديد لكل اللي متابعينا واللي كانوا عم يتابعونا واللي هلا رجعوا فتحوا التلفزيون وعم يتابعونا. اليوم رحنا لاكلات لذيذه، يعني فينا نقول نوع من السلطات عملتها بالعنصر الاساسي هو الباستا. يعني عملت ثلاث انواع من الباستا البارده، كل سلطه مختلفه عن الثانيه. خلصنا اول قسم، حارجع عيدوا على السريع انا شو عملت. خلينا هون نروح قبل ما نبلش بالباستا الثانيه والثالثه، مشان تقولوا اليوم عملت لكم ثلاث اكلات. هون مثل ما انتم شايفين انا كنت سالقه الباستا قبل بوقت، عملت الصوص بالزبدية، حطيت ضفت عندي، انتو هون بتختاروا الكميات اللي انتو بتكون اياها. ضفت عندي لبن، مايونيز وجبنة كريمي، يعني انتي مثلا بدك اياها دسمة بتكتري شي عن اكتر، بدك اياها اخف بتكتري اللبن. وهيك حطيت معلقة خل مع رشة ملح، وهيك صارت عندي الصوص جاهز مثل ما انتو شايفين. ضفت عليه شوي من الذرة الزيتون الاسود وفليفلة حمراء وخضراء، وصارت عندي جدا جاهزة طبعاً وجداً لذيذة. بدي أقولكم أنه كثير طيبة، ما صدق أمتى أكل، ما صح لي قبل شوي أكل. هلا هي حقيمة على جنب، خلينا نبلش بالمعكرونة الثانية. طبعاً هون المعكرونة اليوم اللي اخترتها هي المعكرونة اللي شايفينها، هي من إلا براغي اخترتها، حابة يكونوا كلياتهم نفس الموديل. هلا حنجي على السلطة الثانية. السلطة الثانية هي أكثر سلطة مطلوبة، اللي هي نحن بنقلها تبع الكوكتيل، هي بتيجي مع الكاتشب والمايونيز. هلا أنا قديش بدي تقريباً؟ هون عندي رح أضيف، أجيب المعلقة، حضيف عندي هون تقريبا كوب كامل من المايونيز. هلا هاي بصراحه شوي دسمه،
حضيف عليها شوي يعني بدكم تقولوا اذا مثلا حطيت انا كاسه من المايونيز خليني احط ربع كاسه من الكاتشب، يعني دائما المايونيز يكون اكثر. هلا رح اقيم واضيفها بهذا الشكل. عندكم عصير ليمونه بردقانه بيمشي الحال، ما في لانه ممكن نفتح البراد ما نلاقي، بس ممكن نلاقي معلقه خردل نقيمها ونضيفها. وهي كثير بنسال عليها هي الاكله. هلا هون في عندي كمان شطه رح اقيم واضيف، بس مو اكثر من هيك، حرام خلوا الشباب ياكلوا. وهيك صار عندي الصوص الثاني جاهز بحطه، ما بده لا ملح ولا شيء. هلا رح نقيم ونحرك. وهيك صارت عندي الباستا الثانيه جاهزه. طبعا انا كان لازم بغر البيريكس بس يلا، مهم الصوص هذا هو. رح نقيم ونجيب معلقه كبيره شوي ونضيف عليها شوي من الباستا ونحرك. وهيك الباستا الثانيه بتكون جاهزه. بس يا حضركم شو ضل نضيف عليها؟ طبعا هلا انتم فيكم هيك تاكلوها مثل ما هي، وممكن نضيف عليها اضافه ثانيه اللي هي مثل ما انتم شايفين المرتديلا الاشقوان، هحطها على الوش ويا دوبها حطها ثانيه بالميكروويف بس مشان الاشقوان يكون يدوب شوي. يا سلام. هلا حضيف هون عندي المرتديلا، كمان حخلي شوي مشان زين فيهم على الوش. وهيك الصنف الثاني من الباستا، يا سلام شوفوا المنظر، صار عندي جاهز للاكل مباشره. بس طبعا مو مباشره، اكيد هلا غرست الصحون ونظبطهم. خلينا ننتقل على الباستا اللايت، يعني يمكن كثار اللي ناطرين انه حاجه تعملين اكلات دسمه. هلا حنجيبها اللي هي حاحتاج دقيقه. هلا هون حاحتاج كمان، شو رايكم انا دغري خلطها فوقها، انا ضلت عندي هاي الكميه. هلا هون حضيف عندي ليمون، عصير ليمون، هي سهله يعني بدكم تعتبروها مثل السلطه. حضيف هون عندي زيت زيتون، سن الثوم كمان من هاي الطرفه، ما بدي اياها كلها لانه هلا هون حضيف عندي رشه من الملح. حاحتاج شوية من الخل، معلقة. هلأ هون حضيف عندي كمان شوي من النعناع. وهون هلأ فيكم انتم تضيفوا يا نعناع يا أوريغانو، هي بترجع لإلكم، بس أنا ما بعرف حسيت مع التوم والزيت الزيتون بتلبق لها هي أكثر. طب هلأ أنا بدي إياها تكون مانا دسمة ما فيها حريرات، خلص أنا معناتها بدي أضيف عليها شيء خضار فريش. مادة يعني هون مثل ما انتم شايفين عندي الكوسة والجزر رح أضيفهم، بس مو كلهم كمان مشان نخلي شوي على الوش لحتى نزين. وهيك صارت عندي كمان الباستا الثالثة، صارت فينا نقول جاهزة. وهيك الباستا الثلاثة اليوم صاروا عندي جاهزين، وما ضل غير ترجعوا لعند المذيعين وتستكملوا فقرات صباح الخير، وشوفكم بالشكل النهائي كالعادة. يعني بالفترة الأخيرة عم ينتشر بين الشباب والصبايا على اختلاف أعمارهم عدوى الشغف بصناعة المحتوى على يوتيوب، باختلاف المواضيع اللي عم يطرحوها واللي عم تحاول أكيد توصل لنا معلومات مفيدة ضمن فيديوز مختلفين. بتفوتي على فيديو بتكملي بتسردي بقى بباقي الفيديو يعني. تماما. يعني اليوم ضيوفنا هن عائلة صغيرة حبت تصنع محتوى بيحمل ذكريات من الشام وايضا من باقي المناطق السورية، وكمان بياخذوا يمكن المتابعين لجولة خلينا نقول بسيطة هيك لبعض الدول. صاروا معنا بالاستديو وارف عربي كاتبي وديالا الجزائري لحتى اكيد يحكوا لنا حكايتهم عن صناعة المحتوى والصعوبات ايضا اللي واجهوها لحتى يوصلوا لهالمرحلة. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. صباح النور. صباح النور. يا صباح الخير، يعني نورتونا، اهلا وسهلا فيكم معنا. هيك عندنا كثير اسئله واستفسارات اليوم بدنا نروح فيها معكم. بس يعني اول شيء كنت عم اقول انه ديالا انت اللي طلعتي بالفكره اكيد صح ام لا؟ قالوا لي لا، الفكره كانت فكره مشتركه. خبرينا اكثر. هلا نحن بلشت معنا انه ليش ما ننزل نصور الشوارع، فبلشت انه اخذنا، ما معنا كان لسه لا كاميرا ولا شيء، اخذنا كاميرا الموبايل ونزلنا فيها على الشارع، صورنا الصالحية، محلات المعروفة. فوالله حطينا هالمايك، هي صورت محلات خلينا نقول، هي يمكن العالم بتحبها وكمل المعالم المعروفة لكثير عالم، بالذات اللي مسافر انه عايش برات البلد هو مشتاق يشوف البلد انه كيف صارت. فنحن رحنا صورنا لهم اياها، منتجها وارف ونزلناها، نمنا فقنا
لقينا انه الفيديو ضارب وما كان متوقع هذا الشيء وكل العالم حبوا هي الفكره. قام انه إيه ليش لا، بلشنا بقى نطور القصه، جبنا كاميرا، بلشنا ننزل، بلشنا نصور الشوارع اكثر، نعرف العالم انه شو هي الشام، بعدين بلشنا نكبر القصه ونطلع على المحافظات وبلشنا بتبلش نصور. بفكره صغيره وبتكبر وبلشنا صح. وفكره غير متوقع انه انت بحد بكون مو عامل حساب انه شو صار. لا غير هيك كمان يبعثوا لنا بالعالم بالتعليقات انه انتم طالعين ترند، فانا ما بعرف شو يعني ترند. تخيلي انه ما عندي فكره لا بعرف انه انتم طالعين ترند بالعراق، طالعين ترند مدري وين، الا شو ترند ما بنعرف يعني. فالحمد لله يعني انه التقيت الوالد قلت له كانه شغله صارت جديه اكثر فلازم كاميرا احترافيه. قال لي قديش بدك مصاري؟ قلت له هات 4 مليون. قال لي يلا تفضل. بلشت القصه بالدين يعني. بالدين اجباري بلشت. كان اول داعم الوالد يعني. طيب غير موضوع عن جد الموضوع المادي، شو بتحس وارف انه هي الصعوبات اللي ممكن تواجه الواحد ببدايته بهيك شيء بصناعه محتوى، بانه هو فعلا كيف بده اذا عمل شغله حلوه خلينا نقول وضربت، كيف هو بده يكمل بهذا الشيء؟ والله بدي اكمل يعني. صار الموضوع يعني حسينا حنا انه نحن صرنا ملتزمين مع العالم انه يلا صوروا لنا هون وصوروا لنا هون، الا عملوا لنا نصور هون، امشي نصور هون. طلعنا لحلب، طلعنا لحمص، طلعنا لمهرجانات، طلعنا صورنا حلب. يعني انا بالذات ماني طالع لحلب من قبل، فقلت لها امشي نطلع حلب، قالت لي امشي نطلع حلب. طلعنا صورنا بحلب، العالم قلت لنا يلا كملوا العالم كملوا. مشتاقه يمكن عملوا لنا في فيديو لاستمرة، يعني منطقه استمرة هي منطقه كثير حلوه وفعلا العالم خلال يمكن سنين الحرب ما عاد قدرت كثير تطلع على هي المنطقه. رح نشوف مع المشاهدين كمان هيك اوف لنشوف الصور اللي انتم اخذينها. قد ايه كانت الزياره لهي المنطقه حلوه؟ هي مرتبطه كثير بذكريات حلوه عنا، خاصه ضيعه تماما المسلسل. الفكره اللي صار انه احنا كل شيء مناطق طالعين عليها هي اول مره بنطلع له، احنا ديس صرنا عايشين بسوريا هي بس انتم ما بتعرفوها. وانها بالفيديوهات انه احنا حسينا حنا عن جد سياح. لا رحت في مناطق هنيك انا لما طلعتك انه هذا عنا ما شاء الله عن جد على هيك اشياء مناظر كثير حلوه. يعني انا لو بقدر اوصف لكم الكاميرا ما عم تعطي حقها 100%، عم تعطي حقها 60%. يعني قدامنا هيك الجبال والغيوم مغطيه الجبال، منظر فينا نقول منظر خرافي يعني. طيب احنا عم نحكي عليكم كيوتيوبرز، انتم اليوم يمكن اكيد كل حدا بالنهايه عنده حياته، بس في ناس بنلاقيهم تركوا شغلهم، تركوا وظيفتهم وهيك قالوا لا انا اليوم بدي اكمل بهذا المجال، عم بشتغل عم طلع منه يمكن مصاري، وانا شيء هيك يعني باشن خلينا نقول بالنسبه لي. والله هذا اللي صار معنا، هذا اللي صار معنا بالضبط. هلا نحن بعد ما اخذنا الاقامات الذهبيه من دبي ف مضطرين نرجع لهون، انه احنا عندنا البزنس الخاص فينا. يعني انا محامي وعندي نادي رياضه وكذا، فمضطر ارجع، وديالا نفس الشيء كمان هي برايفت كوتش وكذا وهيك، فاضطرينا نرجع لانه هون شغلنا كل شيء هون. يعني انتم هون مستقرين واساسا عندكم شغلكم خلينا نقول، فما فيكم اكيد. بس المشكله انه يعني صارت الموضوع عن جد كبير، يعني صارت مثلا وزاره السياحه بلبنان، وزاره الثقافه كذا عم يحاكونا صوروا هون صوروا هون، فما بعرف يعني حسينا حالنا انه عن جد ما عاد فينا نوقف يعني الموضوع. تمام. فاخذ من كثير من وقتنا يعني اكيد صحيح. يعني حتى غير انه انتم اكيد عندكم اشغالكم والبزنس الخاص فيكم كمان، هن بابا وماما يعني اهلكنا عم نقول لها لديالا تطلعي الحمد لله على السلامة، لانه هي عندها نيوبورن، يعني نيوبورن بيبي هو عمره شهر، وعندكم كمان بنوته اكبر، يخلي لكم اياهم يا رب. الله يسلمك. قد ايه صعب مع الاولاد، يعني اولاد ومسؤوليات وبيت وشغل وناس عم تتابعكم، يعني كل هاي الامور اكيد فكره انك تعمل اصلا فيديو ويطلع حلو، انت عندك اديتنج وعندك وقت تصوير وهي ظابطه هي مو ظابطه، هذا كله والله بياكل احيانا الفيديو معي 10 ساعات لمده 3 ايام شغل باليوم بلا نوم بلا نوم. ايه الحمد لله، يعني بنوجه شكر عبر الشاشه لاختها لديالا لانه هي بتساعدنا بالولاد، هي العنصر المساعد جدا مهم يعني جدا مهم، لانه لو ما كانت هي مصيبه يعني. نحن ايه فانه بتخليها عند الاولاد، بنروح نخطف رجلنا يوم يومين، وقت طلعنا على حلب طلعنا اسبوع والله صعبه. ايه نحن على اساس طالعين 3 ايام، اللي صار معنا انه وصلنا على حلب بلشت العالم تدقدق، بدي على وارد بحلب تعوا لعنا لهون صوروا هون، تعوا اصحاب المطاعم اصحاب انه في كثير اشياء خرج انه صورنا قلعه حلب يعني حتى وزاره السياحه بنقدم لهم الشكر، وزاره السياحه بحلب كثير ساعدونا حتى طلعنا عملنا فيديو بقلعه حلب مع مدير القلعه، فوتنا لمناطق ما حدا بيفوتها صحيح، فكثير يعني انبسطنا وضلينا اسبوع، رجعنا
كانت يعني موقف مؤثر انه ديالا بعدت عم بنتهي اول صح كانت فتره طويله بعدين ما اسبوع بعدين يعني لما طلعنا لدبي سحبناها للبنت ممتاز تعالي هلا سفره محرزه لازم ايه صح لازم تعالي تعرفوا اول ما نشوف يعني او نسمع بكابل يوتيوبرز نقول يا الله هلا ما عندهم خصوصيه بحياتهم عارضين كل شيء للعالم حلو الواحد يكون في خصوصيه بس يمكن اللي بيفوت لهذا المجال موضوع الخصوصيه شوي يعني بصير في تدخلات كثيره من الناس بحياتكم اسئله صوروا لنا عملوا لنا عن اولادكم عن حياتكم فانتم كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع تحديدا يعني تخبرونا هلا هو اللي صار معنا انه نحن لما بلشنا السياحه فما كنا عارضين حياتنا العائليه يعني ما حدا بيعرف لسه كان عنا شيء حتى كانوا ما بيعرفوا انه احنا مجوزين بيسكونا رفقات كانوا يفكرونا اخوات بعدين انه خلص صرنا نعرفهم مين ديالا وعارف لما عرفناهم مين ديالا وعارف صار بدهم يعرفوا اكثر الناس بتصير فضوليه بتعرف عن حياتكم ورجونا اولادكم ورجونا شو بتعملوا شو بتساووا هلا هو اللي بيصير دائما لما هن بيحبوا اي شخص عرفتي انه مثلا بالذات يوتيوبر فبدهم يتعمقوا فيهم اكثر يعرفونا كيف عايشين بالبيت هلا نحن يعني من ناحية الخصوصية ما بنصور كل شيء يعني بنصور هيك مقتطفات يعني مثلا عيد ميلاد شغلة جمعة هدول القصص بس اكثر من فقنا اكلنا ما عندنا لانه محتوانا سياحة بدنا نضل بنفس الرتم يعني بدنا شيء هادف اكثر ما بدنا شيء انه نحن محتوى عائلي اوكي ممكن انستغرام بس على اليوتيوب يمكن بيحتاج شيء مختلف لا عن جد لا لاحظنا انه العالم مشان تصير في ربط او علاقه او كونكشن بينك وبين المتابعين طبعا. لازم يعرفوا تفاصيل انه شلون عايشه شو عم تاكلي وين بتنامي بيحبوا القصص كثير اي صراحه بيحبوا العالم طيب احكوا لنا على طلعه دبي يعني كمان طلعتوا فالواحد بيصور خلينا نقول بالشام بسوريا بس انه اخر شيء خلص بتخلص المحلات خلينا نقول او بحس انه خلص انه بدي صور شيء مختلف كيف كان التصوير بدوله هيك مختلفه دوله ثانيه باعتبار كانت اول طلعه لنا فنحن كنا كثير مبسوطين بالطلعه فكان شعور كثير حلو انه اول مره وارف بيطلع بالطياره وانا كمان يعني من لما كان عمري 7 سنين كانت اول مره بنطلع بالطياره فكنا عم نجرب شعور جديد فعم ننقل هذا الشيء للعالم فكل شيء شغلات جديده كنا عم نتابعها ونشوفها نصور لهم اياها للعالم نحن شو عم نشوف عم ننقلها كانه هن عم يشوفوا معكم عم يحضروا معكم شو تمام ونحن محتوانا ما في تمثيل يعني نحن شو عم نشوفه عم ننصدم عم نصور واو وكذا فالعالم انبسطت منه ردت فعلنا كانت كثير عفويه وانه ما فيها اي شيء مصطنع فهذا يمكن سبب نجاحنا يعني بصراحه صح يعني اللي بيطلع مثل ما بيقولوا من القلب بيوصل للقلب بسرعه واي شيء فيه تصنع اليوم الناس قادره تكشفه صايره ببساطه صح يعني صح المشاهد والمتابع صح هو ذكي اليوم المتابع ذكي يعني بيتفرج بيشوف هذا الشيء صح هذا الشيء تمثيل هذا الشيء مو تمثيل فنحن لما بيشوفونا مبسوطين لما رحنا لدبي بقول واو شو كبير رحنا كثير وقت العالم صراحه وقت في شغله انه رحنا على دبي مول فانا عم صور لهم عم اقول لهم انه هلا بتقولوا شبه هي مو شايفه شيء قال لهم ايه مو شايفه قالت لها بيقولوا انه عم شوف يعني مبسوطه عم بعمل سياحه انا وياكم يعني قالتها بشكل علني انه هلا بيقولوا انه انا مو شايفه شيء ايه انا ماني شايفه شيء طب بصوا معي تفرجوا معي شوفوا معي شغلات بسيطه يعني مثلا ماشي انا بتجي مثلا في عندهم كونتوارات تعال اعطيني اظافيرك فانا بنت عم تعمل لي اظافيري تعي امسكي هيك كذا اشياء غريبه خلصنا من دبي بعدين صورنا بلبنان كمان يعني لانه امها لبنانيه لديها لا هي جامعه الدول العربيه امها لبنانيه وابوها جزائري ما تحلق التريب الجاي على الجزائر لا خلص ما تنطروا الفيديو الجاي ان شاء الله بالجزائر اكيد ان شاء الله يعني بدكم تخبرونا هلا شو عاملين هلا هيك بالفتره القريبه شو مخططين في هيك شيء بلان هلا وارف استلم عني التصوير باعتبار انه هلا شوي اوف بالتصوير بس بقى بدنا نرجع لحتى نصور مناطق جديده نحن ما لنا مصورينها بسوريا فبدنا نرجع بقى للتور تبعنا انه نفتل ونصور قصص جديده هلا هلا قالت هي حضرتك قلتي جمله انه بتخلص الاماكن صدقيني ما بتخلص انه ما بتخلص هو في كثير اشياء ما بنعرفها عن جد او ما لنا زايرينها نظام يعني احنا هلا انا وديالا مثلا صورنا بقلعه حلب صورنا بقلعه الحصن صورنا وين كمان القلعه الثالثه تبع جزيره ارواد في لسه
وحدوت معنا. قلعه المرقب كثير حلوه على فكره، كثير حلوه، صوروا لنا اياها، ذكروا لنا كثير كثير حلوه. 81 قلعه بسوريا، ونحن في كثير اشياء عن رحاله وبدنا نعمل اكتشافات، يعني نروح. قلت لها هلا بس رحاله في اولاد، شو في بيبي هلا عم بسوي. قلت لها احسن حل نتركها مع ساندي اختها اسبوع ونطلع، مشغل السياره ونطلع. هلا البنوته نص بيبي ثاني، البنوته نص مصيبه، البيبي الصغير شو ما بعرف، خلص بحطها بالحماله وبطلع بصور انا وياه. ما في عندنا شفتوا التضحيه عليك هسه، صايره يوتيوبر البنوته على فكره كمان، ممتاز. يسترجي حدا يوقفنا بالطريق وبده يتصور معنا وهي بده ما يصور. الله يسترجي. هي الاساس يعني الصوره. انا وين طعم فيها يا صورني. الله يخليكم يا عم تطلع معنا بالفيديوهات، فتعودت على الكاميرا، صارت تقول حطوا لايك، اعملوا اشتراك بالقناه، يعني مهضومة. خليكم ياها موفقين، انتم بيتم كابل مهضوم وعم بتقدموا هذا الشيء المهم عن جد، انه في معلومات حلوه، في محتوى مفيد عم يوصلنا، وبنفس الوقت في هيك هضامه، في روح حلوه، فكله هيك اجتمع مع بعضه لحتى تعملوا لنا هالشانل اللي عن جد موفقين. هلا هي ديالا باعتبارها عم تريح اليوم، حنزل حلقه، انا عملت افكار جديده من هون ما تطيب ديالا وتمشي. فاليوم الحلقة أنه عملت مثل تجربة اجتماعية راقية، أنه كيف الشعب السوري عايش، لأنه عم يبعثوا لي كيف الشعب السوري عايش، الله يكون بعونه على قانون قيصر والعقوبات والحصار والكذا، على كل الأوضاع، على كل الأوضاع. فأنا اليوم يعني بجوز ينزل اليوم، على الأغلب ينزل اليوم الحلقة، أنه أنا اشتغلت لمدة يوم كامل الأعمال اليومية، فاخترت أول حلقة تكون غسيل السيارات. حلو. فبلشت بغسيل السيارات أنا، لأنه عندي مبدأ أنه أنا أحسن ما أشوف حدا مثلاً عمي شحد، عمي كذا، لا تعال اشتغل هاي الشغلة، كلفتني 26,000 ليرة، جبت سطل، جبت ممسح وبلشت. بس فيك تشتغل يعني، أنه فيك تشتغل، طلعت مصاري فيها. واشتريت المصاري اللي طلعتهم، أنه شو ممكن تاكل وتشرب يعني. حلو، الله يعطيكم العافية. ممكن ممكن يعطيكم العافية عن جد، لأنه يعني بيقدر الواحد كمان فعلاً يوصل مسج حلوة، رسالة كثير حلوة بهي الفيديوهات، وفعلاً يعني الله يعين العالم ويعين الكل على هي الظروف. الواحد دائماً بيحاول يغير شكل للعالم، وأكيد هو بيكون حاسس فيهم وحاسس بوجعهم. اليوم أنا وجعني ظهري من التصوير، من العفو، من المسح السيارات. يعني اشتغل الزلمة من قلبه مو هيك. والله من قلبه مشتغل، رجع تعبان، كان ماله قدرات. كان فيها كوميديا كثير الحلقة، ما بعرف، أنا ضليت أحكي 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 واشتغل. فالمرة الجاية يمكن نصور دهان، كل الأشياء، كل شيء يعني، عتال ممكن، ما بعرف شو بيخطر ببالي. الله يكون معك، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. اي حدا عم يتابعنا لو لسه مو متابعينهم، لازم تتابعوا التشانل، يوتيوب شانل عنده، لانه اكيد هيك في افكار كثير حلوه. شكرا كثير لوجودكم معنا، صباح الخير فيكم، اهلا وسهلا، انبسطنا فيكم، موفقين بكل شيء، ان شاء الله هيك نلتقى فيكم بحلقات جايه. شكرا كثير لكم، يعني نحن اكيد بنشوف على مواقع السوشيال ميديا كثير اشخاص بتحكي انه هي بتتابع مثلا هاليوتيوبر، هالبلوجر، او كمان مثلا انفلونسر، وبتحب المحتوى او حتى الاعلانات اللي هن بيقدموها، بس الاغلبيه ما عندهم معلومه صحيحه عن دور كل واحد منهم باختلاف التطبيقات. لهيك رح نعرف شو الفوارق بهالانفوجراف.
شتينا شتوية وعتمة ورانا ما بعرف ليه لعب ليه لرانا مساء الخير بدنا نحن صباح الخير يعني أكيد صار وقت لحتى ننتقل سوا رحنا وياكم نتعرف مع بعض شو مخبي لنا الفلك بهذا اليوم الجديد مع المدام نجلاء باني صباح الخير مدام صباحك ثلاثة آية صباح الخير يا رنا صباح الخير للجميع ضلوا دائما بخير ودائما أيامكم سعيدة اليوم 26 أكتوبر يعني 26 تشرين الأول تمنياتي للجميع بالكثير من الخير طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها وما في تغييرات قبل 30-31 10 رح يكون في تغييرات بالمريخ اللي هلأ في برج الجوزاء المريخ هو كوكب الطاقة الحماس كوكب دائما يعنى هيك بيعطيك طاقة لكن لما بيكون بمكان غير مناسب فهو بيعمل أمر صحي مو كتير مريح لألك أو لأحد المقربين فلو كنت من مواليد برج العذراء القوس الحوت بظن في عندك شيء بخصك أو بخص أحد المقربين ممكن يكون له علاقة بالتعب الصحي طبعا هذا رح يتغير لأنه رح يتراجع ابتداء من 31/10 رح يباشر تراجع في برج الجوزاء عطارد رح يتقدم في برج العقرب هلأ هو في برج الميزان الأمور إن شاء الله تكون أفضل لمولود برج الحمل الجدي السرطان بس عندهم نوع من أنواع التحذيرات على المستوى العملي طبعا رح ينضم عطارد الموجود هلأ في الميزان ابتداء من 30 بالشهر للزهرة الموجودة في برج العقرب رح يصيروا ثلاث كواكب في برج العقرب رح يبلش يمنح مواليد الماء نوع من أنواع التحسن اللي هن برج السرطان برج الحوت وبرج العقرب أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اليوم عم بيصادف دعم أو عم بيقرب من ناس بيحبهم أو عنده علاقات أفضل مع أصدقاء مع زملاء أشخاص أنت بتحترمهم بتعزهم علاقات مع من تحب الأكيد أنك تنال اليوم محبة مولود برج الحمل مدح دعم مساعدات قصص ممكن تكون العلاقة بالأمور المالية عم ترتبها عم تنظمها على كل اليوم في تعاطف وفي قبول حواليك وفي مساعدات فلا تتردد بقبولها مولود برج الثور أنت اللي مو كتير مرتاح الحقيقة ما بعرف قديه لازم أنصحك أنك تخفف من عنادك خاصة أنه عنادك اليوم غير مبرر يعني في شيء من التأجيل من التأخير في قصص العلاقة بقصة صحية يمكن شغلتك يمكن محتاجة القصص بالنسبة لك تكون أقل عصبية لأنه في عرقلة على الغالب أو يعني نوع من أنواع العناد أو بعض الأخطاء أو بعض التصرفات السلبية هلأ أنا بقول اليوم عم تسأل حالك يعني مراراً شو أعمل وليش هيك عملت وليش هيك صار مولود برج الجوزاء اليوم لازم تنتبه صحياً لأنه جهودك يعني كثيرة بس كأنه ضايعة مو بمكانها المناسب على الغالب عم تتمنى شيء أمنية وأنا برأيي لو بذلت جهود خاصة ابتداء من الأسبوع القادم فأمورك جيدة ممكن تحقق هاي الأمنية ممكن تكون بمساعدات وبيني وبينك أنا بتمنى أنه أنت تطلب مساعدات لأنه رح تنالها بهاي الفترات على كل اليوم بالذات شوي انتبه صحيا مولود برج السرطان اليوم الأمور إلى علاقة بالإيجابيات لأوراق لأعمال لأولويات لقناعات يمكن لقصة العلاقة بأنك عم تحكي بدون صعوبة بأمورك قادر يعني تقنع من حولك بوجهة نظرك عم تتحمل مسؤوليات وعم تشرح وجهة نظرك بشكل إيجابي اليوم السرطان إيجابي بالحوار لذلك كتير مريح انك تطرح حججك المنطقية مولود الأسد انت اللي اليوم مو كتير مرتاح في عندك نوع من انواع الازعاجات هي عمل متوتر هي عائلة فيها شجارات هي امر صحي شوي شاغلك قلل من منسوب القلق بالنقاش بالمصالحات بالدبلوماسية بالهدوء ودور على قنوات تواصل بينك وبين الآخرين هاي الأيام أيام يعني اليوم في جزء من تعب كلما تقدم النهار وبلش إن شاء الله نهار جديد رح يكون أفضل بكتير لألك عكس مولود برج العذراء لأن نصيحتي لألو إذا عنده قصة مهمة اعملها بالنهار ولا تأجلها للمساء أو لبكرة لأنه أمورك بالنهار أفضل بكتير بالنهار الأمور إيجابية على وشك ابتسامة مبسوط ممكن تسمع مدح أو تشجيع أو الناس حواليك عم بيقولوا لك برافو أو طاقة أو حيوية أو علاقات شخصية مقربة يمكن عم تنسى مضايقاتك وعم تشعر بأمان واطمئنان
يوم للحركة لاستقبال ضيوف على كل أحوال لتشعر بارتياح وبتفاؤل. مولود الميزان لست في أحد أحوالك الأفضل مالياً، رغم أنه أنا بشوف هذا الشهر ما أنه سيء مالياً، هذا شهر جيد، بس المشكلة عم بيكون في صرف كتير أو أكثر مما هو متوقع، كأنك تركز على أمورك المالية أو هو باعتبار السنة كلها ما كانت الأريح مالياً، فلساتك عم تشكو على الغالب مولود برج الميزان. بس هاي الأيام أنا برأيي أنه ناقش عائدات لألك أو مستحقات، لأنه وارد أنه يكون في نوع من أنواع الإيجابيات على الصعيد المالي، بس أنت هيك هيك على كل تصرفها على ما لا يلزم كعادة مواليد برج الميزان. عزيزة مولود العقرب اليوم عم بيحاول يلم الشمل، عنده تطلعات مستقبلية أو أفق جديدة، مشرق متفائل، في حواليه عواطف فرحة، ترتيب لبيتك الداخلي. الطبيعي أنه القمر ببرجك عم يمنحك صحة، انسجام، نشاط أسري أو عاطفي مع زملائك، تجذب الناس لألك بوجود القمر ببرجك، عندك إصلاحات أنت تحتاجها، وبيني وبينك لا تتردد. مولود برج القوس كل شيء له علاقة بشراكات، بعلاقات زواج، كأنه الأمور فيها ما كتير مريحة، يمكن محتاجة للتوضيح، يعني وضح مواقفك على كل الأحوال، وغفر للآخرين انشغالهم عنك للحظة، أو حاول تكون حذر بالتعامل مولود برج القوس مع الآخرين، لا تصطدم بمن تحب. على كل أنت عم تشعر اليوم أنه في حدا عم بيحاول يعطلك أمورك أكثر من أنه يساعدك، لذلك قد تتطور الأمور لتصبح أكثر عصبية. الجدي يوم اجتماعي بامتياز، تقبل ودعة تباشر علاقات جديدة أو تستقبل ضيوف، يعني اليوم مطر والطقس مو كتير تمام، بس أبداً ما بظن الجدي قاعد لحاله، يا نازل عسوق يا عم بيستقبل ضيوف أهل أشقاء، يا رايح على شغله وعم بيتعرف على ناس جدد، يعني اليوم في تعارف، في حكي مع ناس من سفر ربما، أو استقبال ناس من سفر، أو عم تستمتع بمحبة ومصالحات وعلاقات جيدة، في حركة وفي تشويق حوالي مولود برج الجدي. أما مولود برج الدلو فأنا بعتبره الأكثر تعباً الحقيقة، لأنه في فورة غضب عنده من كلمة أو تصرف أو خطوة خاطئة. نصيحتي لك تبتعد عن العصبية اليوم، حاول ما تصطدم بمن حولك، لا تصعد أي نوع من أنواع الخلافات، لأنه فعلياً عندك إحساس أنه في حدا عم بيسألك، أو في ضغط لمحاسبتك، أو محيطك مو كتير مؤيد أو داعم، بس أنا بقول هي حالة مؤقتة، لأنه عندك 3-4 أيام هلأ جاي بياخدوا العقل، فيعني قلل من حجم المشاكل اليوم. الحوت أموره إيجابية وجيدة والوضع مناسب لترتب أمورك، بس خدها مني نصيحة، هاليومين ثلاثة الجايين ما حيكونوا كتير الأريح، إذا عندك قصة مهمة عملها اليوم ولا تأجلها، خاصة إذا حابب تجتمع بمرؤوسيك أو رؤسائك بالعمل، أو بتناقش أمر مالي ناقشه اليوم بدون خجل، خاصة إذا القصص مساعدة، أو قدم اعتذاراتك في حال أنه أنت غلطت، وكليتنا بشر نغلط يعني ونصيب، أنت تمتلك القوة لترتب أمورك وتشرح وجهة نظرك بهدوء. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 26، وأتمنى له السعادة، متمسك بالشعارات، إذا لم نقل أنه من مطلقين هذه الشعارات، متطرف أحياناً، هذا بيبعد الناس عنه، يعني ما كتير بيزعجه ابتعاد الناس عنه. على كل شخص حاطط بباله هدف مهما اعترضته عراقيل ببصلها، الأحاديث الاجتماعية ما كتير بتغري، هذا العي تبع النسوان مثلاً اللي هو هيك بيسميه، هذا الحكي قصدي المعتاد والمكرر ما كتير له خلاقه، ما كتير بتهمه المادة، مع أنه يسعى لأن يكون فاحش الثراء، بس بيعرف أنه إمتى ما بده بيدبر أموره المالية، ما بينخاف عليه، ما بيحكي إلا إذا أدرك أن كلامه مسموع من الأشخاص اللي لم يعني قل مثيله من كتر ما هو واضح هادئ لطيف ومحب للآخرين. طبعاً السنة سنة كتير مهمة بالنسبة له، لأنه فيها تغييرات، فما بعرف أنتو شو التغييرات اللي بتتمنينا، بس الحقيقة هي التغييرات كتير العلاقة بالأمور العاطفية والمالية، أمورك العاطفية والمالية تعتبر الأفضل، ورح تختم السنة بظنك بأفضل مما بدأتها.
رسائلكم اكيد على 1845 من اي موبايل داخل سوريا. عفراء عم تسالني مع سليمان، يسعد اوقاتك يا عفراء. عفراء علاقه جيده جدا بالمجمل، احدى العلاقات الافضل، وانا برايي احدى العلاقات الاكثر استمرارا، مع انه انا برايي عفراء ما في شيء مهم قبل الربيع القادم كتغيير، انا عم بحكي او كتغيير جذري، الا اذا زوجته انتي، فالتغيير ممكن يكون بيبي، هلا هذا ممكن يكون خلال الست شهور القادمه. عامر عم بيسالني مع خطيبته نسرين، احدى العلاقات الافضل يا عامر، والسنه بالنسبه لك سنه جيده جدا وايجابيه جدا. غاليه شو برجي؟ 2-1 هو برج الجدي يا غاليه، برج الارض الصيني، يعني انتي بنوته مسؤوله جدا ومتوازنه ومنطقيه وعقلانيه ودريسه. يسعد اوقاتكم، ضلوا بخير. تضلي دائما بخير، سعد اوقاتك مدام. شكرا كثير مدام نجلة، ونحن وياكم رح نشوف هيك اكلاتنا بشكلها النهائي مع الشيف. يا صباح الخير عن جديد، اولى اخر مره، لانه نحن انتهى عنا برنامج صباح الخير، ومثل العاده دائما بنختم باطباقي بشكل النهائي كيف صاروا. بصراحه انا شخصيا مبسوطة فيهم، عن جد لذيذين ومهضومين، حتى شكلهم يعني جدا مقبل، يعني حتى اللي ما بيحب الباستا رح يجرب ورح يقول انه كثير لذيذة. بس هلا انا وياكم شوي حنبلش بالزينة، هون رح احط شوي من الجزر مشان يبين اكثر معي، انا حطيته بقلبه بس مع ذلك انا حابة شوي يكون واضح اكثر على الوش، حنكون اسرع لانه حيداهمنا الوقت. وهيك بهذا الشكل حنحط عليها رشة من الأوريغانو على الوش. هاي خلصت. هلأ هون عندي شوي حضيف من بالنص من المرتديلا، حكترهم بهذا الشكل، أنا حطيتهم فراغ شوي، هلأ فضيتهم، ححط هون شوي عليها أشقوان، وفيكم ما تضيفوا إنه هي أوكي دسمة، بس أنا حبيت مثل ما قلت لكم ضيفة هيك إضافة لذيذة عليها. ويا سلام، ممكن نضيف عليها كمان يعني حبتين ثلاثة من الفطر هيك. وبما انه حملنا الفطرات كمان حنروح على هذا الجاط ونضيف عليه كمان كم وحدة هون على الاطراف. حضيف عندي كمية من الذرة، شفتوا انا ليش تركتها؟ مشان زين فيها بيطلع شكلها اخر شيء بياخذ العين. طبعا مع شوي من الزيتون الاسود. حنضيف رشة الأخيرة، يا سلام، اللي هي الأوريغانو. وهيك صارت أطباقي الثلاثة الشهية جدا جاهزة، وبشوفكم كمان بيوم تاني على أكلة كمان كتير. طيب يعني لهون بتكون وصلت حلقتنا لنهايتها. حلقتنا اليوم كان فيها يمكن شخصيات كتير، صح؟ يعني عن جد تعرفنا اليوم على كتير مواهب، كتير أشخاص عاملين إنجازات حلوة بحياتهم، وإن شاء الله يعني يا رب هيك كل حدا بيوصل وبيحقق الشيء اللي هو بده إياه. كل التوفيق أكيد للكل، ودائما تابعوا حلقاتنا لأنه أكيد دائما معنا ضيوف جداد ومواضيع جديدة. تبقوا بألف خير.